جه ميعادنا دلوقتي وفقرة التجارب والتفاصيل. معانا النهارده في الكار ريفيو عربية شبابية جدا عاملة مبيعات كويسة قوي في السوق المصري، بيقدم لنا العربية مجموعة غبور. مجموعة غبور بتقدم لنا النهارده عربية بصراحة عربية عجبتني على التراك، لكن العربية عليها كلام كتير وفي نفس الوقت عربية شبابية وخطوطها كمان مختلفة. معانا على التراك النهارده العربية المازدا 3 2017. موجودين النهارده في اوتو فروم عشان هنتكلم عن عربيه من ضمن العربيات السيدان. انا عامه وحشني بصراحه ان انا اجرب عربيات سيدان، بقالنا كتير عمالين نتكلم عن عربيات اس يو في وول ويل درايف وكروس اوفر. النهارده معانا واحده من العربيات الشبابيه، العربيه اللي موجوده معانا النهارده هي المازدا 3. المازدا 3 واحده من العربيات اللي عملت انتشار كويس قوي في السوق المصري. اول جيل للمازدا 3 كان سنه 2003، طبعا ده كان بعد العربيه الشهيره المعروفه قوي في مصر 323. العربيه ال 323 دي عملت شغل كويس قوي في مصر، وهي بصراحه كانت اول خطوه لشركه مازدا في مصر ان هي تنتشر والناس تعرفها بعربيه من العربيات القويه اللي كانت موجوده في التوقيت ده. بعد 323 ظهر الجيل الاول في 2003 من مازدا 3، وبعد فتره الدنيا مشيت والعربيه انتشرت انتشار كويس. في 2009 ظهر الجيل الثاني من المازدا 3. الجيل الثاني من مازدا 3 كان طالع بشكل مختلف شويه طبعا عن الجيل اللي قبليه، الخطوط نفسها كانت متغيره، شكل العربيه كان مختلف، لغايه ما وصلنا للشكل اللي موجود معانا هو الجيل الثالث اللي ظهر في 2014. الجيل الثالث من مازدا 3 هو ده اللي احنا بدأنا نتفرج عليه من 2014 لغاية النهاردة. تطويرات ظهرت عليه وخطوط اختلفت شوية، لكن في الآخر هو الجيل اللي احنا بنتكلم عنه، وده آخر جيل من أجيال المازدا 3. العربية اللي موجودة معانا النهاردة هي موديل 2017. مازدا 3 اشتغلت كويس قوي على العربية دي في الديزاين. الديزاين اللي متاخد على العربية ده كودو، والديزاين ده شبابي شوية. الخطوط نفسها بتاعت العربية مش خطوط واضحة، يعني هنلاقي ان في الخطوط نفسها واخدة كيرفز مختلفة، مفيش خطوط مستقيمة، وده اللي بيوريني ان العربية دي هي واحدة من العربيات الشبابية اللي موجودة في السوق. تعالوا نبص بصة سريعة كده على وش العربية، هنلاقي العربية مسحوبة كلها لقدام، الخطوط بتاعتها كلها مش حادة زي ما انا قلت لكم. الفوانيس بتاعت العربية ليد، ودي برضو علشان يعني تبقى مع التكنولوجي الجديدة ومع اللي احنا بنتكلم عليه ان العربية تكون موجهة اكتر للشباب. تعالوا كده نبص بقى على جنب العربية. جنب العربية هنلاقي الخطوط بتاعت الشولدر لاين مش خطوط واضحة وثابتة زي ما انا قلت لكم، يعني هنلاقي الخط جاي من هنا نازل وبعدين جه هنا بيختفي وبعدين بيطلع، ناخد الخط التاني لغاية الفانوس الخلفي. ده برضو بيوريني ان الديزاين نفسه بتاع العربية مش ديزاين ثابت، وده بيوديني للحتة اللي احنا بنتكلم عليها ان العربية عربية شكلها سبورت وشبابية في نفس الوقت. الشولدر لاين التاني موجود تحت مع العتبة، وبرضو مش واخد خط مستقيم، لا ده هو جاي من فوق ونازل لتحت، وده برضو بيأكد على الكلام اللي أنا كنت لسه بتكلم فيه. باب العربية فيه برضو الأوبشن اللي خلاص بقى كل عربية بنجربها هنلاقي فيها الأوبشن ده، المفتاح في جيبك، بتدوس على الزرار بتفتح الباب، بتقفل، بتدوس على الزرار بتقفل العربية وخلصت على كده. يعني ده برضو من ضمن الأوبشنز. المرايات بتاعت العربية كهرباء. هنيجي بقى كده نبص على الكاوتش الخاص بالعربية والجنوط. العربية فيها جنوط سبور 16 انش، الكاوتش بتاعها 60 ارتفاع وعرض 205. العرض مناسب، وفي نفس الوقت كمان السمك بتاع الكاوتش كويس قوي، ده برضو هيخليني في المطبات سمك الكاوتش كل ما بيكبر في المطبات الدنيا بتبقى اسهل شوية. ده كده بالنسبة لجنب العربية. تعالوا بقى نشوف شنطة العربية وظهرها اخباره ايه. هنيجي بقى لظهر العربية. ظهر العربية برضو التصميم بتاعه شبابي ورياضي، ما فيهوش خطوط ثابتة. الظهر نفسه حتى بتاع الإزاز من جاي من على السقف للزجاج الخلفي، واخد الكيرف بتاع العربية
يعني لا حلو، يعني شكله حلو، وفي نفس الوقت ده طبعا هيقلل الاحتكاك الهواء بالعربية، غير طبعا السبويلر الخلفي اللي موجودة على الشنطة برضو، ده علشان احتكاك الهواء وبيدي استابيليتي اعلى للعربية. الفوانيس الخلفية على قطعتين وفوانيس ليد شكلها برضو شيك قوي، عجباني شكل الفوانيس. الاكسدام بتاع العربية فيه طبعا السنسور بارك، غير كمان في كاميرا موجودة في الشنطة علشان الاسيست الخاص بالباركينج بتاع العربية. ده باختصار شديد جدا كده شكل العربية من الظهر. هنيجي بقى نشوف شنطة العربية. شنطة العربية انا شايفها بصراحة كبيرة، يعني الشنطة بتاعت العربية 415 لتر، ده رقم كويس قوي على عربية شبابية سيدان. وبرضو عندي كمان اوبشن ان انا الكنبة اللي في الظهر لو حبيت اتنيها عشان اكبر المساحة هتكبر، الزرار بتاع الظهر بتاع الكنبة هنا اهو، مجرد ما بشده الكنبة اللي في العربية بتتني لقدام علشان افتح بس مساحة اكتر شوية لو عايز احط حاجات اكتر من 415 لتر، مع ان الرقم ده رقم كويس قوي على العربية دي. ده باختصار شديد جدا الجزء ده الخاص بالشنطة. هنقفل الشنطة. عندي كمان حاجتين قبل ما اسيب الظهر، الستوب الخاص بالفرامل اللي موجود هنا فوق الشنطة على طول، وكمان العواكس اللي موجودة في الاكسدام علشان اللي بيسافر بالليل بيبقى محتاج طبعا العواكس اللي موجودة في الاكسدام دي، حاجة من ضمن الحاجات السيفتي الخاصة بالعربية. بكده نكون خلصنا الظهر، تعالوا بقى نفتح الكبوت ونشوف ايه اللي موجود تحت الكبوت. الموتور اللي موجود تحت الكبوت هو نفس الموتور اللي موجود في الجيل اللي قبل كده، وطبعا عشان برضو نبين قوي الموضوع، العربية دي بينزل فيها بره مصر موتور 2.0 و 1.5. الموتور اللي موجود معانا النهاردة في العربية المازدا 3 هو 1.6 1600 سي سي. الموتور ده بيطلع 105 حصان، كمان العربية بتجيب من 0 ل 100 في 12.5 ثانية. 12.5 ثانية ده رقم كبير جدا، بس ده طبعا راجع لان العربية 105 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، يعني كمان ال 105 حصان بيطلعوا عند 6000 لفة في الدقيقة، يعني لازم اجيب العربية على الاخر في الماكسيمم باور علشان اطلع ال 105 حصان اللي فيها. تانك البنزين 55 لتر، وده يعتبر بالنسبة للعربية سيدان لا هو رقم كويس، تانك البنزين مش قليل ومش كبير، لان انا برضو العربية حجمها صغير واستهلاك البنزين بتاعه قليل، فانا مش هبقى محتاج اكتر من كده. ده باختصار شديد جدا التفاصيل الخاصة بالموتور. تعالوا بقى نركب العربية ونشوف الصالون اخباره ايه، ونشوف العربية على التراك بتعمل ايه. ركبنا العربية المازدا 3 الجيل الجديد من المازدا 3، بصراحة الصالون حلو جدا، يعني استكمالا بقى لان العربية من بره شبابية، فبرضو نفس الديزاين الخاص بالصالون برضو هو انا شايفه سيمبل قوي، بس في نفس الوقت شيك جدا، عجبني جدا بصراحة. الكراسي بتاعت العربية معمولة من الجلد الطبيعي مع التدعيم الخاص بالخياطة الحمراء، ودي برضو حاجة كويسة، شكلها حلو وبيديها شكل كويس قوي للعربية. التابلو في الشاشة اللي موجودة قدامنا، الشاشة دي الخاصة بالتفاصيل الخاصة بالعربية، ودي حاجة من ضمن الحاجات الجديدة اللي عجباني جدا في العربية المازدا 3 الشكل الجديد. كمان في نافيجيشن سيستم موجود برضو في الشاشة، معمول له زرار لوحده، وكمان موجود على الهوم الخاص بالشاشة، غير الكوميونيكيشن انت تقدر تظبط التليفون بتاعك تظبطه مع العربية او الكيت بتاعت العربية، وتقدر تشتغل ترد بقى وتفتح وتنقل كل الداتا بتاعتك على الشاشة دي. ده فيما يخص الشاشة. ننزل بقى تحت شوية، موجود عندي الاير كونديشن بشكل بكر، يعني كنت افضل لو كان زراير تاتش، يعني يبقى معاصر شوية للشكل الشبابي الخاص بالعربية، يعني البكر حتى بكر يعني بكر قد كده فانا متهيالي لو كان الاير كونديشن معمول بشكل زراير هيبقى احسن. الاير كونديشن بتاع العربيه كويس، انا
شغلته ما فيهوش اي مشكله، لا شايفه كويس جدا. فوق الاير كونديشن على طول في شاشه صغيره كده للالارم الخاص بالحزام الامان، حطيناها هنا طبعا، دي حاجه جديده بالنسبه لي. ننزل بقى تحت، موجود عندي الفتيس الاربع سرعات. الفتيس شكله حلو، وفي نفس الوقت في مانيوال، في ان انا ممكن اشغل الفتيس مانيوال غير ان هو طبعا اوتوماتيك. ندخل بقى هنا على الدريكسيون. الدريكسيون بتاع العربيه مالتي فانكشن وشيك قوي، معمول حتى شكله شيك قوي، علامه مازدا طبعا المميزه اللي موجوده في نص الدريكسيون. على اليمين هنا موجود عندي الكروز كنترول بتاع العربيه، بشغله وبقفله وبعدين ببتدي ازود السرعات اقل سرعات، يعني لو عايز اظبط العربيه على سرعه معينه مثلا 100 كيلومتر في الساعه بظبط عليها وبشغل الكروز كنترول واسيب العربيه هي هتمشي لوحدها السبيد اللي انا ظابط عليها. وكمان فوقيه على طول ممكن الغي او اعمل ريسيت للكروز كنترول. الجنب الثاني موجود فيه بقى كل التفاصيل الخاصه بالساوند سيستم والتليفون، لو عايز ارد على التليفون، عايز اقلب اغاني، انزل اغاني، اشوف الانفو انفورميشن بتاعت الاغاني اللي موجوده، اشوف التريب لو عايز اظبط انفورميشن للتريب اللي انا هعملها، غير طبعا اقفل وارد واعمل ميوت للتليفون، كل ده في الجنب ده. الداشبورد بقى اللي ورا الدريكسيون شكلها شيك قوي، الدايره اللي في النص دي المخصصة لعدد لفات الموتور الار بي ام، وتحتيها في الكيلومتر في جنب صغير قوي، يعني برضه انا مش عارف ايه الحكمة من كده. بس في حاجة عايز اقول لكم عليها، ان انت مجرد ما بتيجي تشغل العربية بتطلع شاشة فوق في التابلو، موجودة شاشة كده بتعكس السبيد بتاع العربية على الشاشة. العربية اللي موجودة معانا فيها الصن روف، فتحة السقف الكهرباء، لكن الكفر بتاعها طبعا هو اللي مانيوال، يعني مش هتفرق كتير. الكرسيين اللي احنا قاعدين عليهم في كرسي كهرباء والكرسي التاني مانيوال، يعني هو بيدي الكهرباء للسايق علشان يعرف يظبط الحركه بتاعته بسرعه. حاجه كمان في هنا كاب هولدرز موجودين في الكونسوله بتاعت العربيه، غير طبعا في هنا اتنين مخرج يو اس بي ومكان للاس دي كارد، وكمان في المكان الخاص بالولاعة. ده باختصار شديد جدا القصة بتاعت الصالون بتاع العربية او الانتيريور بتاعت العربية. قبل ما نطلع نجرب العربية عايز بس اوريكم ده مفتاح العربية، هو شكله حلو قوي وشيك بصراحة، شكله شيك عجبني. العربية ستارت انجن، ودي برضو حاجة كويسة، مجرد ما بدوس ستارت انجن كده العربية دارت، واول ما بتدور العربيه بتفتح على طول الشاشه اللي قدامك، بكتب عليها مازدا 3، وبعدين بيطلع فيها عداد الكيلومتر اللي احنا ايه هنجرب هو على التراك دلوقتي شكله عامل ازاي. تعالوا بقى نطلع كده نجرب العربيه على التراك، نشوف اخبار العربيه على التراك بتعمل ايه. التسارع طبعا بتاع العربيه، الطلعه بتاعت العربيه زي ما قلت لكم الهورس باور بتاع العربيه ضعيف، فالطلعه بتاعت العربيه ضعيفه، مش طالعه، يعني تحس ان العربيه يعني عايزه حاجه اقوى شويه علشان الطلعه بتاعتها تبقى اسرع من كده. بس طبعا ده مش هيعيب العربيه قوي، يعني مش هنقدر نقول ان دي حاجه عيب في العربيه، لان العربيه برضو احنا شوارعنا كلها زحمه والدنيا ضيقه، فممكن ما نبقاش محتاجين، لكن برضو لازم اقول القصه دي علشان برضو الناس تبقى عارفه. العربيه فيها طبعا نظم امان كتير، فيها اي بي اس وفيها اي اس بي، ده غير طبعا ان فيها نظام امان المساعد للفرامل، نظام امان اكتر شويه، وده طبعا اللي هنحاول نجربه دلوقتي. استنوا بس ايه، هنقف دلوقتي ونجرب نشوف كده الفرامل بتاعت العربيه اخبارها ايه. هنجيب العربيه على ريفرس، اول ما جبنا العربيه على ريفرس طبعا فتحت الكاميرا، وطبعا السنسورز بتاعت العربيه هتشتغل. تمام كده السنسورز تمام والكاميرا تمام. هنجيب العربيه على الدرايف مانيوال ونجرب.
طبعا الاي بي اس اشتغل تمام، العربية وقفت تمام، مفيش عندي اي مشكلة، ودي تعتبر حاجة كويسة. نجرب بقى العربية كده على الملفات اخبارها ايه. يعني لغاية دلوقتي انا هحاول اخد بقى الملفات بتاعت التراك على سرعة عالية شوية عشان نشوف العربية الاي اس بي بتاعها اخباره ايه. تمام، الملفات في العربية تمام. كيك داون العربية، كيك داون تمام. العربية فيها نظام حلو قوي للاستابيليتي الخاص بالستيرنج بتاع العربية. النظام ده اسمه الكترو هيدروليك باور اسيست ستيرنج، وده بصراحة بيخلي العربية دايما ستيبل على الطريق، ما بتحدفش منك، وده اللي انا بصراحة حاسه في الطارة. يعني الطارة دايما دايما هتلاقيها بتاخد معاك الوضع الصح. يعني اهو مجرد ما بلف الطارة بترجع تاني، الستيرنج بيظبط لوحده، ودي يعني من ضمن الحاجات الكويسه قوي في العربيه انا من وجهه نظري. يعني العربيه دي نازله بستة اير باجز، وستة اير باجز في عربيه سيدان شبابيه، يعني انا شايف ان ستة اير باجز حاجه كويسه قوي. يعني ده رقم كويس قوي في العربيه كاير باجز علشان السيفتي الخاص بالعربيه. ده كده باختصار شديد جدا كل ما يخص العربيه. العربيه سعرها حوالي 350 الف جنيه. بعد ما شفنا التفاصيل الخاصة بالعربية المازدا 3، بكده تكون فقرة الكار ريفيو خلصت. يا رب نكون بس قدرنا نقدم لكم التفاصيل اللي انتوا بتدوروا عليها في العربية المازدا 3. خلصنا فقرة الكار ريفيو، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني اون تراك.